اعزائي المشاهدين اللوجستيين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اللوجستاوي والكارير. في الحلقه النهارده هنتكلم عن سؤال مهم جدا، والسؤال دوت هاجمني في حياتي بشكل مبالغ فيه، سواء كان في الكومنتس او في مسجز برايفت او من اهلي او من صحابي. السؤال ده بيقول: هو حضرتك ان شاء الله لما تخش المجال بتاع السبلاي تشين ده هتتخرج وهتشتغل فين؟ يعني انا لو خدت كورسات ودبلومات وطورت من نفسي ودخلت سبلاي تشين هشتغل فين بالظبط؟ طيب انا كتبت لكم معظم الاماكن اللي ممكن اشتغل فيها، دي مش كلها، معظمها بس، وحاططها لكم في ليست كده عشان خاطر ما انساش. خليكم معايا بقى كده وركزوا. اولا الشركات اللي بتطلع منتج، اي شركه في الدنيا مهما كانت الاندستري او الصناعه بتاعتها، هي دلوقتي بقى عندها سبلاي تشين ديبارتمنت. يعني في الاوتوموتيف اندستري، الفارماسيوتيكال اندستري، الكونستراكشن، الكلوزز، البتروليوم اندستري، الالكترونكس، الاجريكلتشر، الاف ام سي جي، كل دي صناعات وكل دي اندستريز جواها دلوقتي حاجه اسمها سبلاي تشين ممكن تشتغل فيها. طيب يعني لو دخلت اي حاجه من الحاجات دي، ايه هو القسم بالظبط اللي انا هشتغل فيه؟ هل في قسم ليا لوحدي كده اسمه سبلاي تشين؟ لو بصينا زمان شويه ورجعنا بالزمن هنلاقي ان في 3 اقسام اساسيين هم اللي موجودين في الشركه. ممكن تلاقي قسم الفاينانس، قسم الماركتنج، قسم الاوبريشنز. بعد كده بدا يزيد حبه ديبارتمنت ثانيه، ولكن زاد القسم بتاع سبلاي تشين. ولو لاحظنا ان قسم سبلاي تشين تحتيه ستراكشر وتحتيه اماكن ثانيه حضرتك ممكن تشتغل فيها. زي ايه؟ اولا قسم البلاننج التخطيط، ثانيا قسم البروكيورمنت المشتريات، ثالثا قسم الاوبريشنز او البرودكشن اللي انت ممكن تشتغل فيه في الكواليتي مانجمنت او في الكونتينوس امبروفمنت، رابعا القسم الخاص باللوجيستكس. ولو لاحظنا حتى ان اللوجيستكس هتلاقي جواه اقسام ثانيه ممكن تشتغل فيها، سواء كان الفليت مانجمنت او الكاستمز كليرنس او الجزء الخاص بالامبورتنت اكسبورت او ما يتعلق بيه بالجزء الخاص بالورهاوسنج او المخازن. طيب ده كده بالنسبه للجزء بتاع الشركات اللي بتطلع منتج ممكن تشتغل في الاقسام دي. في حاجه ثانيه خالص، ان برده زي ما في منتجات في خدمات، اي قطاع خدمي هتلاقي فيه دلوقتي حاجه اسمها لوجيستيك سبلاي تشين. على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على البنوك، البنوك دلوقتي بقى طرف اساسي في الانترناشنال تريد والانترناشنال ترانزاكشن ما بين السيلر وما بين الباير، لان دايما في دوكمنتس رايحه جايه وفي بايمنت تيرمز رايحه جايه وفي بضاعه رايحه جايه. عندنا حاجه ثانيه برضو، انك ممكن تشتغل في شركات الاتصالات، سواء كان موبينيل او اتصالات او فودافون، دلوقتي بقى عندهم قسم خاص للوجيستيك والسبلاي تشين. في عندنا حتى احنا بنتكلم على اوتيل كبير قوي، الاوتيل ده عشان يقدر يعمل البروسيس بتاعته افيشنت وافكتيف لازم يكون عنده قسم ريليتد بسبلاي تشين ولوجيستكس. في كمان جزء ثالث خاص بان انا هشتغل في الشركه بتاعه امبورتنت اكسبورت لوحدها، يعني شركه صناعه تصدير، ده جزء برده متاح وافيلبل موجود كتير في السوق. في حاجه انك ممكن تفتح شركه الفريت فوردنج او تشتغل في شركه فريت فوردنج او اللي يسموها شركات الشحن او شركات مراحيل البضائع. في جزء خاص ثاني بالشيبنج لاينز، انا ممكن اشتغل في الخطوط الملاحيه. لو هشتغل في الخطوط الملاحيه خلي بالك انا مش هشتغل قبطان، لا ده انا بشتغل على اي حاجه ريليتد بالبضاعه اللي على السفينه. وعلى النقيض الاخر برده ممكن اشتغل في الاير لاينز او الخطوط الجويه، وخلي بالك برده انا هنا مش هشتغل الكابتن اللي هيسوق الطياره، انا هنا هبقى مسؤول عن الجزء الخاص بالبضائع اللي موجوده على الطيارة. ممكن كمان تشتغل في البورتس او المواني، ممكن تشتغل في الجزء الخاص بالورهاوسنج، ان بيبقى فيه مخازن لوحدها مش جوه المصنع، لا دي سيبريتد ويرهاوس موجوده بتبدا تسيرفيس على باقي المصانع وباقي المناطق. غير كده في حاجه كمان جميله قوي طالعه ترند الفتره دي، فكره الانتربرنورشيب، انك تبقى انتربرنور وتقدر تستارت يور اون بزنس، ودايما الفكره بتاعتك لازم تكون انوفيتيف، مش حاجه تقليديه تقدر تحل بيها مشاكل اوريدي موجوده في الاندستري، زي مثلا الناس اللي شغاله في الفكره بتاعت اللاست مايل ديليفري او في الاي كوميرس او في الديجيتال فريت او الديجيتال شيبينج او حتى الجزء الخاص بالوير هاوس اوتوميشن، والناس اللي بتستخدم دايما البلوك تشين والاي او تي والبيج داتا اناليسز وهكذا. فدي جزء من الاماكن اللي حضرتك ممكن تشتغل فيها. بعد كده اي حد يقول لك هو انت كراجل بتاع سبلاي تشين ممكن تشتغل فين، ما تنساش ترص له الليست دي اللي فيها حبه الوظائف اللطيفه دي اللي ان شاء الله ممكن تشتغل فيها سواء جوه مصر او بره مصر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو اللي جاي من برنامج لوجيستاوي والكارير في سؤال جديد. سلام عليكم.